إنتاج أول فيلم فني ضخم عن شهداء ليبيا بمباركة الكنيسة وترحيب قداسة البابا طوادروس الثاني وتحت رعاية الأنبا بيفانيوس مطران صمالوط. بدأت الخطوات الأولى لإنتاج أكبر عمل فني عن شهداء ليبيا بعنوان شهداء الإيمان والوطن بعد شهور طويلة من التوثيق والمراجعة والبحث وجلسات نقاشية ضمت الكنيسة وصناع الفيلم. والفيلم طبعا بيجسد رحلة شهداء ليبيا المعروفين يعني المشهورين من بداية الخطف حتى عودة الجسامين. احنا معانا على الهاتف مينا مجدي مؤلف العمل. ألو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. مساء الخير، ازيك يا مينا؟ الحمد لله يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين. اهلا بيك معانا. مينا، كلمنا عن المصادر اللي جمعت منها كل المعلومات الخاصة عن الفيلم، كل المصادر الخاصة بالشهداء نفسهم، بالظرفية وجودهم في الوقت ده، بالأحداث السياسية. يعني كلمنا عن المصادر، وهل تواصلت مع أهالي الشهداء لتجميع معلومات؟ كلمنا أكتر يعني عن الفيلم. هو أنا طبعا قبل ما أكتب كانت أول خطوة فكرت أن أقوم بيها هي أني أتواصل شخصيا مع أهالي الشهداء، وبالفعل ده حصل. كان في يونيو 2018 وتواصلت معاهم، وكانت جلسات يعني مثمرة جدا، اتكلمت فيها عن كل حاجة وسمعت منهم كل التفاصيل الخاصة بأبنائهم، التفاصيل كمان الإنسانية اللي يمكن محدش تطرق ليها قبل كده، وكانت زيارة مثمرة بالنسبة لي جدا جدا وفادتني بشكل كبير. ابتديت بعد كده اني انا اجمع المعلومات دي ويعني اقرأ كمان كل مقال وكل خبر وكل كتاب وكل حتى يعني اي تعليق من مصادر اجنبيه مش مصريه او عربيه بس، وابتديت اني انا اربط الموضوع كله ببعضه لحد ما وصلت للشكل النهائي للعمل. خطه العمل هتمشي ازاي؟ يعني انت انتهيت من الكتابه خلاص ولا لسه؟ هتبتدي يعني هيبتدي الفيلم تصويره امتى؟ خطه العمل المراحل اللي جايه هتبقى ايه؟ هو أنا انتهيت بالفعل من الكتابة، كان بعد رجوعي من زيارة أهالي الشهداء بحوالي 3 شهور، وبعدها كمان كان في بيني وبين قداسة البابا لقاء وتطرقنا للأمر ده ورحب خالص بالموضوع. بعد كده ابتدينا أني أنا أتواصل مع أستاذ جوزيف نبيل المخرج المعروف وكمان عن طريق المطرانية، وحصلت مراجعة للورق، شكلوا لجنة للمراجعة وتمت الموافقة والإشادة بالعمل. وابتديت طبعا خلال السنتين دول كان من وقت للتاني كمان بيتم إضافة مشهد أو أكتر للعمل، بحس أن يعني عايزين العمل يليق كمان باسم الشهداء. الخطوة أن تم الإعلان عن طريق مطرانية صمالوط وعن طريق صناع العمل. إحنا لسه مستنيين الأيام اللي جاية هيبقى في تواصل مباشر مع مطرانية صمالوط، يبقى في اجتماع ما بيننا احنا كصناع العمل وما بين المطرانية عن طريق نيافة الأنبا بفنوتيوس وأبونا إبيفانيوس يونان راعي الكنيسة وأستاذ نادر شكري المستشار الإعلامي وأستاذ جوزيف نبيل، وأنا هنبتدي نشوف احنا ايه الخطوات اللي وصلنا لها، ونبتدي بعد كده نعلن كمان عن الخطوات المقبلة في بيان زي ما أعلننا عن الخطوة الأولى برضو في بيان. هل في أي أخبار بما انه يعني انتوا ماشيين في خطه العمل خاصه بترشيح ابطال معينين للفيلم او اماكن التصوير، هل بتفكروا تصوروا يعني في مكان ما في ليبيا شبه المكان، ولا يعني لو في اي معلومه تخصنا بيها يعني؟ تمام، كل اللي اقدر اقوله لحضرتك ان طبعا في نقاشات تقريبا كل ساعه بيبقى في نقاشات ما بيني وما بين استاذ جوزيف، وكل الأفكار مطروحة وإحنا دلوقتي في مرحلة يعني ما قبل التنفيذ. إن شاء الله قريب هيتم الكشف كمان عن كل الكواليس الخاصة باختيار النجوم واختيار أماكن التصوير وبدء التصوير وهكذا. بس كل اللي أقدر أقوله لحضرتك إن شاء الله العمل هيبقى على قد الحدث، يعني على قد الحدث وعلى قد قيمة شهداء ليبيا عندنا عند الكنيسة وعند الوطن نفسه. كمان احنا بنحاول ان الفيلم كمان يبقى فيلم يليق باسمهم. خليني اسألك اخر سؤال، هل بما ان احنا دلوقتي في ملف ضخم مفتوح يخص الاحداث الجارية في ليبيا، هل في نية لاسقاط اي
شيء من اللي احنا بنمر بيه دلوقتي على احداث الفيلم كنوع من الاسقاط السياسي؟ هو انا من وجهه نظري ان في صفحه يعني في صفحه اتفتحت من وقت ثوره 30 يونيو ولسه ما اتقفلتش لحد دلوقتي، واعتقد ان لسه قدامنا فيها فتره، هي ان مصر يعني تغلبت على التيار الديني، ومن وقتها ابتدينا كمان نواجه الارهاب بوجه مختلف. ابتدينا نتعاقب. ابتدينا يعني نتعاقب. دي ضريبه، دي ضريبه طبعا بندفعها علشان الحريه ثمنها غالي. فاحنا ما زلنا فيها. العمل اللي هيتفرج عليه يعني طبعا يعني الحادث كان في 2015 مش بعيد، نفس السياق اللي بيحصل، نفس طريقه افكار الارهابيين، نفس كرههم وعداوتهم لمصر ككل والأقباط مصر كمان على مدار السنين اللي فاتت. فهنلاقي ان الموضوع كله فيه اكتر من اسقاط طبعا يعني، وبنتكلم على ان الشهداء دول كمان زي ما اتقتلوا واستشهدوا على الهويه البنيه، هم كمان كان في هويه وطنيه لانهم طبعاً كانوا مصريين. طبعا بالتاكيد يعني كان برضو استشهادهم على هويه دينيه وهويه وطنيه. انا بشكرك جدا استاذ مينا مجدي مؤلف العمل الخاص بشهداء ليبيا، وان شاء الله يكون لنا لقاء نناقش ونحلل الفيلم بعد ما نشوفه ويعرض للجمهور ونشوف اراء الجمهور والنقاط فيه. اشكرك جدا على مداخلتك معنا.